كابتن نور برضه مهم، يمكن هتشوفه دلوقتي اللقطة، اللورد يشار حلمي وهو جاي على كرسي متحرك تصميما منه على المشاركة وتكريم منطقة الإسكندرية لكرة القدم. وهذا موقف نبيل، حتى الأستاذ جمال علام وأنا معاه نزلنا من على المسرح، يعني شيء نزل راقي. وراح لغاية عنده. لا شيء راقي جدا يعني. بالظبط. ويمكن صديقي العزيز الناقد الرياضي والإعلامي الكبير محمد عراقي بيحكي لي كمان عنهم، وهو من صديق ليهم، بيحكي لي بصراحة على الاحترافية والرقي، وأنا بشكر المنطقة على تكريم ناس تستحق التكريم. نشوف تكريم اللورد يشار حلمي مؤسس والأب الروحي لنادي فاركو، وكمان فاصل إعلاني أخير، وهنشوف تكريم اتحاد شمال أفريقيا، صديقنا العزيز عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، وكمان محمود همام المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، والسيد رضا كريم الأمين العام المساعد لاتحاد شمال أفريقيا. كان برضه تواجدهم مهم على هامش بطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية اللي انتهت منذ ساعات، اللي هي التصفيات والترتيبات المؤهلة والكلام ده كله. وعايز أشكر صديقي خليفة سلطان رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، واللي متواجد دلوقتي في تونس في المرادي، وكلمني وأنا في اسكندرية، وكان سعيد جدا باللي معمول في اسكندرية وفي مصر. وعبد الحكيم الشلماني صديق مقرب لي جدا، وأنا كنت فرحان باتحاد شمال أفريقيا. وجمال بيعلام قال لي أي بطولة بيفضلوا مصر ويحاربوا من أجل أن تنظم في مصر، وده شيء يسلك صدورنا ويسعدنا كثيرا. نشوف هذه التكريمات ثم نعود. كان عندنا تكريم خاص للورد صديقنا المحترم يشار حلمي. الأستاذ جمال علام يتفضل يسلموا الدرع. اتفضل يا أستاذ جمال. أستاذ جمال علام الكاميرات يا ريت، بس عشان خلي حضرتك مرتاح يا فندم، خلي حضرتك مرتاح. اللورد يشار حلمي رجل الصناعة المصرية، وطبعا نعتز كثيرا بنادي فاركو. لسه عندنا طبعا تكريمات وتقديرات واحترامات لكبار الرياضيين سواء أندية أو لاعبين.